بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مع سورة القلم نتعلم تلاوتها ونتدبر معانيها ونطوف على أحكامها بمشيئة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. نون. والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا لو تدهن فيدهنون. نون. أنا مديتها مد إيه؟ اتفضل. مد لازم حرف مخفف. مد لازم حرف مخفف. نقراها مع بعض تاني كده. نون. مقدارها كم حركة؟ ست حركات. ست حركات، أحسنت يا سعيد. نون والقلم، لو وصلناها هنظهر النون. نون أصلها نون إيه؟ نون واو نون، هجائها على ثلاثة أحرف. لما نوصلها حكمها الإظهار. نون والقلم وما يسترون. يسترون يعني إيه؟ يكتبون. يكتبون. في بعض الناس يقول لك ايه وما يص، لا يس مش يص، يعني لما تغير من يص هنفخم السين خلاها صاد. وما يسطرون يعني ايه؟ يكتبون. ما انت حكمها ايه؟ مد ايه؟ مد مد جائز منفصل. مد ايه؟ جائز منفصل. طيب، وان لك لاجرا غير، تنوين بعده غين، حكمه ايه؟ تنوين بعده غين، اظهار ايه؟ حلقي. ايوه كده، خليك معايا. صح. لاجرا غير ممنون. غير ممنون يعني ايه يا سعيد؟ غير ممنون، غير مقطوع عنك. غير مقطوع عنك. طب لما نقول ممنون يعني ميم وميم، بس الاولانيه مفتوحه والثانيه ساكنه، اسمه ايه ده؟ مثلان مطلق. أحسنت. لما يكون الأول حرف ساكن والثاني متحرك اسمه صغير. مثلان صغير. طب الأول متحرك والثاني متحرك مثلان إيه؟ كبير. طب أول متحرك والثاني ساكن اسمه مثلان إيه؟ إن سكن الأول قل صغيره، أو حرك الحرفان قل كبيره، أو سكن الثاني فسمي مطلقا.
يبقى ده نخلي بالك ممنون غير مقطوع. وانك لعلى خلق عظيم، الخطاب لمين يا اولاد؟ محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. صحيح لنا على خلق عظيم، يعني ايه؟ ده مش بس عنده خلق عظيم، لا ده لعلى خلق، كان محمدا ركب الخلق فصار مطيه له صلى الله عليه وسلم. يعني هو شوف بقى مين اللي سئلت من امهات المؤمنين عن خلق النبي؟ عائشه. سيده عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ايه لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ايه؟ كان خلقه القران. انتوا عيال ممتازين، احسنتم. كان خلقه القران. فستبصر ويبصرون، ستب ويب اسمه ايه ده؟ قلقله، يعني زبزبه للحرف. بأيكم، بأي هنعمل تشديد للياء وكسر نفس الوقت. بأيكم مفتون، المفتون يعني ايه؟ المجنون. بأيكم المجنون، يعني فستعلمون وستبصرون يوم القيامة من فينا المجنون، محمد أم أنتم؟ بأي الفريقين نصر المجنون؟ صلى الله عليه وسلم، دفع الله عنه الايه؟ زكى عقله صلى الله عليه وسلم. طيب إن ده اسمها إيه؟ غنة. غنة. إن ربك هو أعلم بمن ضل، من ضل، نون ساكنة بعدها ضاد، اسمه إخفاء حقيقي، بس نفخم الإيه؟ الغنة. طيب وهو أعلم بالمهتدين. فلا، ما نقولش فلا، نقول فلا، عشان أصل دي لا ناهية، لازم تعملها شوية نبرة كده. فلا تطع المكذبين، تطع تطع ولا تو تو تطع؟ فلا تطع، قول معايا كده، فلا تطع. ايوه، فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن، تدهن يعني ايه؟ يلايونك ويصانعونك، يصانعونك ويلان، يعني عايزينك تسيب دينك وتتخلى عن دينك وتبقى يعني ايه، ما انت الشديد في دينك تبقى كده، عشان ايه؟ ودوا لو تدهن فيدهنون، مش كده ولا ايه؟ جايه من الدهن الشيء الملمس الناعم، خدت بالك معايا؟ فلا ولا ايه؟ فلا ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف مهين، هنا حكم ايه؟ ادغام بغنه كامل. احسنت يا جميل جو، ادغام بغنه كامل، احسنت يا محمد. هماز مشاء بنميم. طب هنا عندنا كم غنة هنا؟ هم مازم اتنين، مشاء ثلاثة. لو توالت الغنات يبقى انت بتسوي بينهم، مش تقول واحدة حركة ونص والتانية اتنين الا ربع، لا لا، كلها واحدة على طول. هنقولها مع بعض الآية دي كده ونوزن الغنات، يلا مع بعض. هماز مشاء بنميم. تمام، مشاء مد ايه؟ مد وجه متصل يا علي، احسنت يا علي. هماز مشاء بنميم، ايه علامة ايه دي؟ الاقلاب. تمام، ايه بقى يعني، ايه بقى هماز مشاء بنميم يعني؟ اتفضل يا محمد. كثير العيب ويطعن في الناس، يعني يعني يمشي يفسد في الارض. مشاء بنميم يعني يمشي بالنميمه بين الناس، مش كده ولا ايه؟ في نمام لا يدخل الجنه نمام، ولا يدخل الجنه قتات. قتات ده بقى اللي هو بينم بس بيزود، يعني بيزود في الكلام كده، بيزخرفه كده، يجيب زياده يعني، يبقى اشد من الايه؟ من النمام. طيب مناع للخير معتد، نسكن العين، معتد اثيم تنوين بعده همزه، اسمه ايه؟ اظهار ايه؟ اظهار حلقي، اظهار حلقي. اقرا الايه ديت كده يا سعيد، يلا. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد اثيم. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد اثيم. جزاك الله خير يا حبيبي، ممتاز. طيب عتل بعد ذلك زنيم، ما معنى عتل وما معنى زنيم؟ تفضل يا شريف محمد. شريف فاحش لئيم.
عتل يعني فاحش غليظ لئيم. طيب أما زنيم دعي ملصق بقوم، دعي ملصق بقوم ليس من أصل منهم يعني، دي عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، سنسمه على أن كان ذا مال وبنين. أن كان النون بعدها كاف إخفاء حقيقي، مال وبنين إدغام بغنة ناقص. طيب إذا تتلى، التاء جت بعدها تاء تانية بس التاء الأولى مضمومة والتانية ساكنة، اسمها يبقى إيه ده؟ متماثلان إيه؟ لا لا، الأولاني لما يكون متحرك والتاني ساكن اسمه إيه؟ مطلق. أحسنت، مطلق. إذا تتلى، بس هنهمس التاء. طيب بعض الناس يقول لك إيه؟ إذا تتلى عليه آياتنا ويقف، وبعدين يقول قال أساطير الأولين. ده الوقف ده وقف إيه؟ قبيح. لماذا؟ لأن أصلاً إذا أداة شرط. فين جواب الشرط؟ قال أساطير الأولين. وإحنا قلنا قبل ذلك أنه لا يفصل بين جواب الشرط وفعله. يبدا تيجي باداه الشرط وفعل الشرط وجواب الايه الشرط مع بعض. طيب قال اساء ولا اصاء؟ اساء. قال اساطير، نرقق السين، قال اساطير الاولين. سنسمه على الخرطوم. خرطوم يعني ايه؟ سنسمه على الخرطوم يعني ايه؟ الانف. يعني ايه؟ سنلحق به عارا لا يفارقه الا كالوسم، لا يفارقه كالوسم على الانف، يعني كان في حيوان كده معمول متعلم عليه كده في انفه ولا حاجه، او محروق كده في ايه، فازاي كده قال لك سنسموه على الخرطوم. طيب إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ولا يستثنون يعني هنا بلوناهم يعني إيه؟ بلوناهم امتحناهم واختبرناهم كما بلونا أصحاب الإيه الجنة إذ أقسموا إيه؟ لا يصرمنها إيه؟ مصبحين. ما نقولش مز، لا مص، تهمس الصاد من حروف الهمس، يعني تجري النفس معاها. مصبحين ولا يستثنون، طلع لي لسانك في الثاء، فمش يستثنون يبقى انت عملتها ساين اتنين، سنين اتنين، وبعدين يستثنون يبقى ساين اتنين، صح؟ لا يستثنون، يعني لا يستثنون يعني ايه؟ يعني هم والدهم كان بيخرج ايه؟ حق الفقراء والمساكين، هم قالوا لن نعمل لهم حسابا، يعني ما عملوش حسابهم في الايه؟ في الثمار، لم نعطي لهم ثمارا ولا شيء، يعني مش ماشيين على سنه ابيهم، لا ده اصبحوا بخلاء ويحبوا يحتفظوا بالمال لنفسهم وياخدوه كله ولا يستثنون. نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بالقران وان يرفعنا واياكم بالقران، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.